وشوشة. انا مش وسط واحد، انا حضرتك مطرب بس انا داخل على المهرجانات، هو برضو اخواتي واصحابي. بيطلع يقول لك انا عملته فلان مش عمر. قال برضو انا عملته. بص صلى على النبي، هو بيكا ما قالش انا عملته، بيكا متضايق من حاجه وانا معاه شويه فيها. ايه هي؟ في كان خلاف. انا بي يعني بيكا انسان طيب جدا واغلب مخلوق ممكن تقابله في حياتك. شاكوش نجح مع بيكا وانا كعمر كمان نجحت مع بيك، ما ننكرش ده. في فتره كان هو بيكلمنا في مهرجانات شغل المفروض نسجلها ومفروض ننزلها، ما رحناش ليه عشان زي النهارده اصلا معايا ميعاد معاه، ممكن اروح عشان عندي مثلا التزامات. فهو افتكر ان احنا بنبعد، يعني زي انتوا بداتوا معايا ونجحتوا معايا وبدات بطلبكم مش لاقيكم، فهو ممكن نكون متضايق فقال كلمتين في فيديو. بس انا دماغي كبيره، ما يعني ما بعتبش على الكلام ده يعني، ورحت انا وقعدت معاه بعديها والموضوع خلص يعني. ما لا غلط طبعا يعني، طب انا هو موقوف ما هطلع اقول بقى يا استاذ انت انا لا انا 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 هل انا اقدر اقول كده؟ انت تعرفني وانا مطرب. لا ما ينفعش يعني اقول كده لكل مقام مقال يعني. يعني انا مثلا جاي وشوشه هنا عارف دي بتاعت مين، وعارف ان انا رايح لناس محترمه وبتعامل مع الصحافه، فلازم اكون مهذب معاهم وكويس واقدرهم جدا. فبس فاللي حصل من بيك، انت رايح لشقه قعد فيها ست ام كلثوم شخصيا والاستاذ محمد عبد الوهاب والاستاذ ونير الوسيم والاستاذ حسن ابو السعود، فانت لازم تكون انت يعني ما كل حاجه تتحل يعني. ما انا بس اتكلم معاهم اروح اتناقش معاهم، انا واقع عليها ضرر كبير جدا كل يوم، بس بحاول اقرب المسافات. بس ما ينفعش اروح ازعق واقول لها هعمل صور، ما ينفعش طبعا. طيب حلمي برضه قال تصريح ان انتوا دلوقتي اصحاب ورش، يعني فنانين ورش، وشايف ان قال عليا امبارح انا مطرب جيد جدا، وقال عليا انا في مداخله وقال عليا انت كويس جدا، ما سمعتش التصريح ده. ولا لما جمع كل مطربي المهرجانات يعني ما اختصش عمر كمان، عموما لما حد بينتقدكم يعني انت شايف ان دي يعني هل ده من الحريه اللي حد ينتقدك ولا؟ ارجع اقول لك حاجه تاني، في الاصل انا مش مطرب مهرجان، انا عضو عامل في الكابتن الموسيقيين. اوكي مع اللي انتقد عادي جدا، ما انا بشوف اليوتيوب يقول لك دي اشكال دعال مش عارف مالي يقول لا حلمي بكر من حقه يقول كده او هاني شيك من حقه يقول كده، كل واحد حق له وجهه نظر. طب انا ممكن اقول لك انا ما بيعجبنيش اغانيك ولا بيعجبني فنك، انا في نجوم كبار جدا في مصر، انا شخصيا كعمر من رايي الشخصي انا ما بيعجبنيش شغلهم خالص. لا طبعا ما اقدرش اقول زي مين طبعا، لكن انا قدام الناس ما اقدرش انتقد حد فيهم، ده رايي الشخصي اخر النفس. والله هما حرين طبعا في ده، اساتذتي طبعا وهم رايهم فوق راسي طبعا يعني. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.